إذا اليوم دكتور إحنا عم نتحدث عن تجميد الأجنة بشكل بسيط وبشكل عام شو هو تجميد الأجنة؟ طريقة تجميد الأجنة تم إدخالها لمختبرات الإخصاب وأطفال الأنابيب تقريبا نحكي من من 40 سنة من بداية الثمانينات القرن السابق بس في البداية كانت التقنية مش كثير مجدية نتائجها قليلة فلذلك تم تطويرها في البداية كانت تجميد البطيء <applause> نتائجه قليله اللي بيعيشوا تقريبا 50% 60% اخر 12 13 سنه من 2008 2009 تم ادخال طريقه التجميد السريعه اللي بسموها فيتريفيكيشن <applause> هاي اعطت نتائج عاليه جدا من حيث انه الاجنه سواء كانت اجنه او بويضات او حيوانات منويه او انسجه مبيض او انسجه الخصيه اللي بنجمدهم بيضلوا فتره طويلة بيضلوا حاشره 12 15 سنة مجمدين ولما نفكهم من التجميد نسخنهم نسبة انهم ضلوا عايشين بين 90 ل 95% وهي تعتبر نسبة كثير ممتازة عالميا نعم. تم ادخالها على مختبرات ومراكز الاخصاب عندنا بالاردن من 2010 إن 12 سنة مستخدمها كثير مفيدة مفيدة لعدة حالات مثلا زوجين دخلوا على برنامج اطفال انابيب وعند الست طلعنا لها 10 اجنه او ثمان اجنه احنا يتم ارجاع الاجنه عاده اثنين او ثلاث اجنه اذا مه. في عندنا فائض اجنه ما بنقدر نتلفهم طبعا بعد الاتفاق مع الزوجين يتم تخزينهم مه. تجميدهم بالسائل النيتروجين تحت درجه حراره 195 درجه تحت الصفر في ماده خاصه مصنعة للتجميد وضعهم في التجميد كل اثنين أو ثلاث أجنة مع بعض بتيوب واحد وبنخزنهم لنفرض عندنا ثمان أجنة وجمدنا كل اثنين مع بعض عندنا إحنا أربع فرص إضافية غير الفرصة اللي رجعنا فيها الأجنة نعم وهاي الفرص بصير عندنا بدون دورة علاجية أو تنشيط أو إبر أو تكلفة إضافية فبصير عندنا خمس فرص من فرصة واحدة نعم وصارت عندنا كثير حالات أزواج أول مرة حملوا بعدين بعد سنتين رجعوا على دورة طبيعية بدون أي منشطات رجعنا الأجنة المجمدة وكمان تم حمل ممكن العيلة كلها يخلصوها في دورة علاجية واحدة نعم فأكيد لها فائدة فائدة كثير لكل الازواج وللاطباء نعم يعني دكتور من خلال حديثك يعني اللي ذكرت لنا اياه هو مش بيتم بس تجميد الاجنه وانما في كذا شغله ممكن يتم تجميدها ذكرت المبيض الخصيه ممكن في كذا شغله الحيوانات المنويه ايضا ممكن يتم تجميدها وذكرت انه كان من 40 سنه بلشوا في زي خلينا نحكي زي مرحلتين مرق فيها العلم المرحله الثانيه كانت اجدى من المرحله الاولى وهون بدي اسالك عن تاثير <applause> عفوا تاثير التجميد على الاجنه جنة. هل لما نرجع الاجنه ممكن انها تتاثر؟ انت ذكرت نسبه 95 90 ل 95% من الاجنه لا. اللي احنا لو فكناهم سخناهم <applause> بعد التجميد وقررنا بدنا نرجعهم بيعيشوا ولكن جوده الاجنه بتضلها جوده الاجنه ممتازة دراسات أه. في عده مراكز في العالم ووجدت كل الدراسات انه ما بتاثر الاجنه جودته ما تأثر ما بتاثر على نسبه الحمل ما <applause> بتزيد نسبه التشوهات، احنا هاي الثلاث عوامل رئيسيه <applause> نسبه الحمل ما بتقل ما في تشوهات والاجنه ما بتاثروا. نعم. هاي هاي الثلاث عوامل رئيسيه ما دام موجودين معناته هي فيها كفاءه وفيها فائده وفيها قل قله تكلفه للزوجين. نعم. وقله كمان ضغط نفسي على الاهل يعني ما في داعي تدخلها على برنامج تتعبها وابر ومشطات نعم وتكلفه ماديه ونفسيه وتراجع تاخذ حتى تاخذ الابر. نعم هي متعبه شوي نوعا ما نعم بس فاعطيناهم اكثر من فرصه. في فرصة واحدة. نعم، طيب دكتور يعني ذكرت كمان انه بيتم ممكن انهم يتموا للجوء لتجميد الاجنه الزوجين، بعد هذا الموضوع ما يكون فرضا كانوا ببرنامج لاطفال الانابيب، هل هي يعني المرحلة الأخيرة بعد أطفال الأنابيب تجميد الأجنه ولا كيف بالضبط؟ نعم، احنا عادة برنامج أطفال الأنابيب بنعطيهم إبر منشطة بس تكون البويضات جاهزين بنسحبهم بنعطيهم المختبر بنلقحهم مستنى اول يوم ثاني يوم ثالث يوم بصير انقسام الاول والثاني والرابع كل 16 ل 18 ساعه الجنين بينقسم بس ممكن خليه اليوم الخامس لما يوصل مرحله متقدمه ويتاكد انه الجنين ذو كفاءه عاليه نوعيته كويسه بيتم اختيار اثنين اجنه او ثلاثه حسب الزوجين حسب عمرهم بيتم زراعتهم بالرحم الفائض الاجنه يتم تجميدهم اه يتم تجميدهم طبعا نعم نعم طيب دكتور كم الفتره اللي بي يعني بيقضيها الأج... بتقضيها الاجنه داخل التفريز او دا... بفئه التجميد بالاحرى يعتمد هلا هل احنا لهلا كل الدراسات وجدت انه لحد 12 سنه بنقدر نجمدهم عادي لانه هي طريقه الفيتريفيكيشن طريقه التجميد السريعه ذو كفاءه عاليه موجوده ولحد 10 12 سنه بنقدر نخليهم مجمدين وما بتاثر ولا بتصير عليهم اي تاثير جربتوا لاكثر من 10 12 سنه وحسيتوا انه ما في تاثيرات او لا احنا طبعا احنا في عندنا حالات انا قبل شهر رجعت صار 11 10 سنوات من 2011 <applause> وصار حمل طبيعي ما في ما في اي مشكله الاجنه ما تاثر ولا صار عليهم اي تاثير نعم هلا ذكرت لنا انه في ايجابيات ل يعني تجميد الاجنه سواء موضوع التكلفه ايضا كمان بيكون اريح للاب والام وكمان ممكن اريح للام جسديا بهذا الموضوع ايش في ايجابيات اخرى وهل في سلبيات لتجميد الاجنه؟ آه. الايجابيات كثير ازواج مثلا بدهم يعملوا تجميد لامراض وراثيه معينه في العائله، هلا مو شرط احنا مثلا في بالعيله مرض معين احنا بندور عليه <applause> بناخذ الاجنه بنلقحهم وبناخذ منهم عينات بنوديهم من لمختبر الجينات بدرسوا المرض الوراثي الموجود عند العائله ويتم لاحقا ارجاع الأجنة السليمين هاي العمليه بتاخذ فتره طويله حتى يفحصوا الجينات السليمه والغير سليمه يعني ناخذ الجنين نفحصهم 10 أجنة نفرض استثنينا ست سبع اجن غير طبيعيين خلينا اربع خمس اجن طبيعيين يتم تجميدهم وارجاعهم على الدوره التاليه هذه يعني الدوره بعدها يعني او بعد شهر بعد شهرين ثلاثه لأن هذه العمليات ضروري آه نفحص الجينات والجينات تاخذ وقت فحصها ما تقدر بنفس اليوم تطلع النتيجه وبنفس اليوم تزرعها يعني كل الأجنة بيتم فحص الجينات تبعونهم اه يتم فحص الجينات نعم واستثناء المرض الوراثي الموجود عند العائله وارجاع الأجنة السليمين فقط نعم هاي شغله شغله هاي ايجابيه هاي اخرى هاي ايجابيه اخرى مثلا في كثير ستات صغار بالعمر وزنهم قليل عندهم تكيس مبايض عندهم فرط اباضه هذول بصير عندهم فرط اباضه يعني بدل يطلعوا 10 بويضات طلعوا 20 30 بويضة, 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 بويضة بصير عندهم شيء اسمه تهيج المبايض تهيج المبايض في سوائل ومزعجه بتاذي الام هذول ما بنرجع لهم <applause> لانه لو رجعنا لهم بزيد التهيج اكثر وبناذيهم ممكن يدخلوا المستشفى <applause> هذول الحالات يتم تجميد كل الاجنه حتى الجسم يرتاح لانه تهيج المبايض مجرد انها ما رجعت اجنه جمتهم لحاله بروح خلال اسبوع 10 ايام بيختفي وبترتاح الست بنريحها شهر شهرين وعلى دوره طبيعيه بعد مرور شهرين او ثلاثة بس المبايض ترجع واحدة طبيعي يتم فك الاجنه وزراعه وزراع الاجنه نعم. وفي كثير مراكز هلا باوروبا وامريكا صراحه كل الستات اللي عندهم زيادة فرط استجابة للمبايض نتيجة الهرمونات اللي نعطيها للستات كلهم بجمدولهم ما برجعولهم لأنه يعني وجدوا مش بس هيك كمان بتقلل فرص الحمل فلذلك احسن ما اعد الام ما تقلل الفرص وجمد الاجنة ورجع لها بعد شهرين ثلاثه على دوره طبيعيه بدون اي منشطات ولا هرمونات ولا إشي وفرص نعم. نجاحها كويسه وكفاءتها كويسه واجنة ما بتاثروا وما في اي نسب زياده نسب تشوهات خلقيه نعم. يعني طب هل هي مكلفه ممكن تكون في هاي الحاله غير مكلفه ابدا غير مكلفه, غير مكلفة ابدا, أبداً. شيء بسيط يعني هي تكلفه المواد التجميد وفك الاجنة وارجاعهم يعني تجميد الاجنه ما بكلف 200 دينار اها ارجاع الاجنه ما بكلف 400 500 دينار نعم هي المبالغ اطفال الانابيب بجوز تكلف 1500 مع الابر توصل 2000 دينار نعم يعني طيب شو سلبيات تجميد الاجنه ولا ما في لها سلبيات؟ ما لها اي سلبيات، السلبيات الوحيده انه مثلا اذا كان عدد قليل جمدت اثنين ثلاث اجنه وفكيتهم ما ما عاشوا ست بتكون نفسيا مهيئه رجاء الجنه لما ما يعيشوا بتدخل بنوع من الاكتئاب بنوع من الاكتئاب زي كانها فقدان آه هي طيب تجميد يعني. الاجنه بعد ما يتم يعني خلصنا تجميد الاجنه مم. ورجعنا بدنا نجمدهم هل مم. هذا الشيء موضوع بصير هذا الشيء هو بالعاده يفضل يفضل هاي العمليه ما تنعمل الا بحالات استثنائيه معينه لما يكون مثلا في كثير عندنا ستات بكون عندهم مخزون المبيض محدود، يعني عندها بتطلع بالعاده تنتين ثلاث بويضات هذول بنعملهم شيء اسمه باسكت بروتوكول. <applause> بنجم بتجمع اجنه، لا ممكن تطلع واحد او اثنين حتى نجمع على دورتين ثلاث نجمع اجنه بنجمدهم نضطر نفكهم رد مره ثانيه، بس <applause> يفضل ما نجمدهم مره ثانيه، بس مره واحده. مره <applause> <أحلى تصفيق> واحده يفضل، اذا <applause> <applause> شكرا لوجودك معنا دكتور مازن الرواش استشاري امراض العقم واطفال الانابيب، اهلا وسهلا فيك، شكرا على معلوماتك. شكرا لك، شكرا. اهلا فيك.